كنشكر المنابر الصحفيه اللي متواجده معايا اليوم اللي غطات هذه الدوره الاستثنائيه اللي كان الجدول ديال الاعمال ديالها فيه واحد المجموعه ديال النقاط كان اهمها المصادقه والدراسه ديال مشروع الميزانيه، وكذلك المصادقه على اتفاقيه ما بيننا وما بين الاستاذ اعزاء المحامي ديال المجلس، ثالثا المصادقه على اتفاقيه لمساعده مرضى قصور الكلوي. بالنسبه لمشروع الميزانيه، اولا عشنا اليوم واحد اليوم غيبقى تاريخي، وللاسف انه تاريخي سلبي ماشي ايجابي، لان اليوم اول مره المجلس الاقليمي كيكون عنده عجز ما يناهز ديال 21 مليون درهم، وممكن تكون اكثر الا كان دخلنا واحد الالتزام ديال المحاور الطرقيه. المحاور الطرقيه اللي كان التزم بها المجلس الاقليمي السابق واللي غادي تكون في حدود واحد 4 مليون سنويا، يعني الا مشينا غنقول نهضروا على مبلغ ديال 25 مليون ديال العجز سنويا بالنسبه للمجلس الاقليمي. وهذا العجز راجع للنقص اللي حصل هذه السنه في التيفيا، وهذا النقص ما تخبرنا به غير في الويكاند يعني نهار الجمعه في وقت متاخر وتفاجئنا به، وللاسف لحد الساعه باقي ما تقبلناهش، ولانه غادي يكون عنده واحد التاثير سلبي على السير ديال الميزانيه الاقليميه وعلى السير ديال المشاريع اللي كنا كنطمحوا اننا نحققوها للاقليم. الاقليم اسفي بعكس مدن اخرى اللي الناس كدوز مرحلة ديال الانتخابات وكيبداو صفحة جديدة، إلا كان حنا انتقادات مرحبا بها تكون بناءة، حنا باقي ما بديناش وباقي ما خدمناش وباقي هادو غير مشاريع ديال الميزانية، وللأسف أنه كنتسنى أن هذا المشروع الميزانية اللي فيه العز كان يتناقش أكثر الأهمية ديال هذا النقص والقيمة ديال الضريبة التيفية، لهذا هو السبب اللي كنا خصنا نناضلوا عليه باش نرجعوا الأمور النصاب ديالها، لأنه شكون المتضرر من هذا النقص؟ هو الإقليم بصفة عامة، من غادي يتحرم واحد المجموعة ديال المشاريع غنتحرموا منها، بعكس ما كان في الانتداب اللي فات وخرجت واحد المجموعة ديال المشاريع اللي استفد منها الإقليم. بالنسبة نأكد مرة أخرى على المعارضة، كاين الناس اللي كيديروا معارضة بناء وكاين الناس اللي باغي يجي يدير العصب الرويضة كيقولوا بهذا المعنى. الحمد لله حنا غادي تمشي الأمور كيف ناويينها، نتمنى هذا المشكل هذا هو اللي غادي يكون عائق عندنا، هو المشكل المادي يتحل مع الوصاية مع سلطة الوصاية إن شاء الله، وحنا عندنا كل الأمان إن شاء الله أن السيد العامل ولا الوزارة الداخلية يتفاهموا الوضعية اللي كيعيشها تعيشها الميزانية الإقليمية ديال الأسفي ويرجع ترجع الامور للنصاب ديالها. لا هو التوجه اللي غادي به الحكومه انه يكون واحد الترشيد واحد شويه النقص، لان الظروف اللي كيعيشها المغرب واعيين بها احنا كاملين، ولكن ان النسبه اللي مشات للاقليم اسفي ان نسبه كبيره، ملي كنشوفوا النسبه ديال التيفيا تقريبا مشات 50% الى حيدنا واحد المجموعه ديال الموظفين اللي داخلين في التيفيا يعني في حدود 30، كتبقى نسبه كبيره ومؤثره بزاف، لان ولا لاحظتوا كنعطوكم دابا الارقام في الصباح نحسبوا غير 21 مليون درهم، من غير كنقول لك انا خرجت المحاور الطرقيه 21 مليون ولا 25 مليون راه رقم مهم، هذا هو الرقم اللي كنا كنستغلوه بالنسبه للاستثمارات ديالنا والبرمجه ديالنا، راه ما عندناش باش نخدموا دابا للاسف. من هذا اليوم نقدر نقول بانني الا ما تحلش المشكل راه يعني الناس ما ينتظروا منا والو في هذه خمسه سنين ولا ست سنين اللي جايه، لان الاليات الماديه باش نخدموا راه ما كايناش. وراه كتشوفوا دابا للاسف كنكونوا في اتجاه في جدول الاعمال كنكونوا داخلين جدول انا نشوف انا ماشي انا الرجل اللي كيتهدد، وثانيا هذا الشيء راه تاريخي ماشي غير وليد اليوم، وحنا خير دليل بان السير العادي ديال الجلسه دائما كيكون غادي عادي، وهذا السيد كيمشي ويدخل في امور اخرى ما عندها علاقه بجدول الاعمال، يعني انني كنجي انا كنكون مستهدف في الجلسه، وهذا ما غاديش يهمني، لان اللي كيهمني هو النتائج اللي خصني نوصل لها بالنسبه للخدمه ديال الاقليم ديالي والتنميه ديالو.